رعت سفيرة جمهورية العراق بعمان السيدة صفية سهيل احتفال مدرسة راهبات الوردية في المصدار بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي أقيم هذا العام تحت شعار طفولتي قصيدة أمل شعرها السلام، بحضور عدد من الآباء الكهنة والراهبات وشخصيات رسمية وعامة. وأكدت مديرة المدرسة الأخت كارولين بدر في كلمتها على ضرورة الحفاظ على حقوق الطفل من أمان وتعليم وصحة ورعاية نفسية. قوة الزلازل فيه والأعاصي، الحب متأصل فينا والكره دخيل دخيل، وعلى ساعديك تغفو الرياحين العاشقة. الأطفال أدوا العمل بطريقة فعلا تنم عن تشاركية عظيمة مع أطفال العالم، وعن إحساس عظيم أيضا لدى أطفال مدرسة راهبات الوردية المصدار مع كل أطفال العالم. نتمنى لجميع أطفال العالم بهذه المناسبة دوام السلام. نرسات نحن دائما نشكر جهودكم وأتعابكم، الله يقويكم والله يخلينا إياكم لتظلوا دائما إعلام في سبيل الحرية وإعلام في سبيل السلام والطمأنينة. ما قدموه اليوم أطفال في الأردن للتضامن مع أطفال العراق وأطفال سوريا كان شيء كبير ومهم وعالي المستوى. كل المحبة والتقدير لهم، كل المحبة لسير كارولين، للهيئة التدريسية، إلى رهبات الناصرة وحضانة الناصرة، إلى كل من قدم هذا العمل الرائع. ونأمل أن نعمل معا على عرض هذا العرض أمام السلك الدبلوماسي في الأردن وأيضا المؤسسات الدولية الفاعلة في عمان. وتضمن الحفل تقديم العديد من الفقرات الفنية وعرضا لصور ضحايا الحروب من الأطفال. كما أقامت أيضا مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات مار يوسف احتفالا بمناسبة يوم الطفل العالمي، حضره عدد من الآباء الكهنة والراهبات والهيئة التدريسية. وأكدت الأخت إيلين فرح مديرة المدرسة في كلمتها أن القيم والاتجاهات الصحيحة التي نغرسها داخل الطفل منذ نشأته تبقى معه ويتذكرها دائما في حياته، لذلك على الأهل والمدرسة أن يتعاونوا لإيجاد الأفضل لهم دائما. هذه الأمور اللي احنا بنتعلمها لازم دائما نتذكرها في حياتنا. حديقة الفرنسيسكان اللي ذكروا فيها بعض الفضائل والقيم الصحيحة اللي المفروض توجد في كل واحد مننا، انتم موجودين. حديقة الفرنسيسكان مزينة بمين؟ بدي أشوف إذا المدرسة فارغة ما فيها أطفال، ما فيها معلمين، ما فيها أخوات راهبات، شو بتكون المدرسة حلوة؟ يبقى مين اللي بيزين المدرسة؟ وأطفالنا اللي هم موجودين، انتوا الزهور، انتوا الجمال. واشتمل الحفل على مسرحيات تربوية ودبكات ورقصات، إضافة إلى مقطوعات وطنية متنوعة قدمها أطفال المدرسة. غدير حداد، نورسات، الأردن.